مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامج على السيف. تذكرون الحلقة اللي طافت أخونا سعد وأختنا هناء؟ يعني أبشركم أمورهم طيبة وفوق الممتازة، أهل الخير ما قصروا، يعني دفعوا الأجارات، جابوا لهم الماكلة، أقول لك ما قصروا، سواء في الأسرتين، الأسرة اللي موجودة في سعد العبد الله ولا الأسرة الثانية مع الأسرة الثالثة اللي هي اليدة. أهل الكويت فزاعة فزعولة، يعني ما تصورون شلون كانت فرحتي وأنا أسمع الناس قاعدة تروح وتتصل فيني يقولوا لي ترى وصلنا المكسوم، وأسمع الصوت والبيت كان خلية نحل، الناس اللي موجودة قاعدة تطالع البيت، واللي يقول له أثاثك عندي، واللي يقول له الأسرة عندي، ويعني ما شاء الله تبارك الرحمن أهل الكويت فزعوا، وهذه يعني هقوتنا فيهم. أختي العزيزة باسمة البراك، أسرة البراك هذه اللي أنا أقدرها وأحترمها وأحطها على راسي، شقيقة شيخنا محمد البراك إمام المسجد الكبير، أصرت أنها تروح حق سعد وهناء. نزلوا لي الحالة لما راحت باسمة البراك حق أخونا سعد وأختنا هناء، نزلوا الفيديو. شغلي تعرفين شغلينا، علمك على تشغيله. ايه اول وحده ايه عشان ايه ايوه بعدين شوف ما كان لك مجال هذا الشيء ليش هذا هذا ليش يسميه ما في جير مو للحين على حركه يدويه لازم تسوون الجير ايوه الحين صار الكتروني الحين شغال عادي وقف حلو ما في شيء الله يجزيكم خير ويعطيكم العافيه بعدين هذه السرعه ايوه هذه السرعه بعدين اروح 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 هذه حركه هذه السرعه هذه الحين طف ليه طف هذا غير الكرسي هي طالعه من الله يعافيك الله يعافيك تفضل 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 صراحة طالع من الهيئة. إيه طالع. وقال اليوم طال عمرك إن شاء الله اليوم باكر إن شاء الله نحاول نخفف لك من المبلغ شهرين تقريبا كذي. إيه. وقلت له يجي منكم. إيه. إن شاء الله. الله يخليك. معكم اخوكم باسم البراك الحمد لله اخونا سعد يا بولا الويلتشير الحمد لله ها سعد. مع القوه ما تقصرون ان شاء الله. الله يسلمك. وانا الحين بسلم الامانه من ايدي لايدهم. ان شاء الله وهذه اختنا هناء هم بعد مستانسه امس يا خان ما شاء الله تبارك الرحمن تقول استانسوا ويو اهل الخير وما قصروا ندعو لكم والله يدعو لكم من كل قلبهم والله الحمد وانا ادعي لكم والله حياتي احنا الحين الحمد لله احنا ما راح نهدكم ان شاء الله وباذن الله تعالى عن قريب راح ترى احنا قاعدين ما زلنا قاعدين بالحر موعدينهم اهل الخير يدفعون الاجار باذن الله عشان بس يتبطل التكييف ان شاء الله وانا هني عندهم ان شاء الله راح اسلم الامانات كلها من ايدي لايدهم وجزاكم الله في حياتي يعطيكم الله يعافيك عساكم على القوه يا رب الله يسلمك مشكورين ما قصرتوا عساكم على القوه يا رب الله يحفظكم الله يسلمك ما تشوف شر اخوي شر ما يجي طال عمرك عسى الله يطول عمرك وما قصرتوا يعطيك العافيه قصرتي حياتي يعطيك الله من سبحانه وتعالى من اهل الخير الحمد لله من عقب ما سووا الفيديو تفاعلوا معاكم الحمد لله وان شاء الله راح نهدكم وباذن الله راح ينفتح السنترال باذن الله تعالى عن قريب وبدفع الاجارات باذن الله يعطيكم العافيه عساكم على القوه يا حياتي
طبعا الفيديو اللي شفتوه اول شيء هذا احدى من بناتنا يبنى لها ويل تشير كذي على السريع بمواصفات معينه فشبكناهم مع بعض. الفيديو الثاني اختنا باسمه البراك اللي فعلا ما قصرت وراحت حق اختنا واخونا، اختنا هنا اخونا سعد، واعطوهم المكسوم. والامور الحين اقول لكم على قولت اهلنا سهود ومهود يعني امورهم طيبه، يعني لا تحاتونهم امورهم طيبه. ويعني تناقشت مع اختي دكتوره شفيقه العوضي مدير عام الهيئه العامه لذوي الاعاقه وكلمناها وقلنا لها دكتوره شلون موضوع الاخ سعد وحالته؟ طبعا هي ما قصرت للامانه، ما ابي انا اتكلم، ابيكم انتوا يعني تسمعونها. احنا قاعد نجري الحين اتصالنا مع الدكتوره شفيقه وان شاء الله يعني ترد علينا عشان نطلع الهواء ونتكلم عن حاله سعد قبل لا ندش في مواضيعنا. طبعا انا الحين ممكن نشوف الحين استعراض الفقرات ومن ثم نعاود الاتصال. نزلوا لي استعراض حلقة اليوم. الليلة في عسيف بتشوفون أسرتين كويتية أبدون على حافة الانهيار، ومعانا الدكتورة شفيقة العوضي مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والأستاذة ليال العتيبي مدير مركز طورني للاستشارات الاجتماعية، والمحامي عبد الوهاب بن سلامة للحديث عن الموضوع. ردوا لا اليوم بتكلم لكم عن الحالة الأولى، الحالة الأولى، الحالة الغريبة العجيبة. واحد من عيالنا تزوج له زوجة، والزوجة يعني من غير محددي الجنسية وما تعمل، وهو بروحه كله مشاكل، يعني حياته فيها مشاكل اللي أقصد، وحالته ضعيفة. واللي يفترض منك أنت يعني تاخذ لك واحدة تعينك، فأنت ما خديت اللي تعينك، أنت تبي تعينها، يلا نقول تعاون معاها. أنا قبل أدش بس بالحالة هذه، أنا معاي الدكتورة شفيقة العوضي مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة معاي على الخط. دكتورة مساك الله بالخير. يا هلا فيك أخوي خالد، مساك الله بالخير وعلى مشاهدين جميعا. الساعة المباركة يا دكتورة. ساعتك أبرك، الله يحفظك إن شاء الله ويكثر من أمثالك، وإن شاء الله يكون في برنامجك هذا الخير للجميع بإذن الله. اللهم آمين. ودي أتكلم عن جزئية أخوي سعد. أخوي سعد أنا مثل ما يعني تكلمت معاك قلتي لي ما قدم، مجرد خذ الشهادة وتوكل على الله. تشرحي لي عن حالته دكتورة. طيب هو طبعا يعني أنا بس أقدر أقول لك إنه هو انعطى إعاقة متوسطة، زين، لأنه ما أقدر أشرح طبعا عن الحالة المرضية، هاي أشياء خاصة، لكن إعاقته متوسطة، معناته عنده مزايا كثيرة ممكن يأخذها بالقانون، منها مخصصات شهرية، منها سائق وخادم، منها يعطونه قرض للإسكان، منها أولوية الرعاية السكنية، في وايد أمور يعني بالقانون. بس القانون أيضا شو يقول؟ يقول أن الشخص لما يقدم على الإعاقة ويحصل على شهادة الإعاقة يجب أن يقدم بنفسه بالكاونترات على المزايا هذه، يعني هذه المزايا ما تنزل أوتوماتيك، لازم الشخص يقدم عليها. فالواضح من الأخ سعد، أنا بعد ما رجعت ملفه كاملا، إنه ما قدم على المزايا هذه. فبعد ما أنتوا جزاكم الله خير يعني سلطتوا الضوء على موضوعه، على طول طلع على أخوي الله يمسيه بالخير صالح الضفيري من فريق أصدقاء المعاقين، وعلى طول شاف وضعه ونقل لي الصورة، وإحنا قلنا حتى لا يجي أبدا إحنا نقدم له على هذه الأمور. فحتى الإقرار والتعهد اللي وقعه ودينا له إياه البيت وقعه، وإحنا الحين قاعد نقدم له على المزايا هذه بإذن الله. جزاك الله خير دكتورة، وفي ميزانك وانت ما قصرتي، ودائما انت اهل لها يا دكتورة.
جزاك الله ألف خير أستاذ خالد. إحنا إن شاء الله وياكم كلنا لخدمة المعاقين. وهذا طبعا أنا أحب أنوه الآن عن طريق برنامجك الناجح والمشاهدين اللي يطالعونه، إن ضروري جدا إن الشخص ينتبه لما ياخذ الإعاقة في مزايا، ولازم يسأل عنها ويقدم عليها. إزاك الله خير، إزاك الله خير يا دكتورة، وفي ميزانك دكتورة. مشكورة مشكورة ألف خير. مشكور أستاذ خالد، مشكور يا رب. مشكورة يا دكتورة، ما قصرتي. بنتكلم في الحالة الأولى، الحالة اللي صدمني لما قال لي تدري شنو سبب بلواي؟ قلت له شنو سبب بلواك؟ كان يقول يدتي. قلت له أي يدة فيهم عندك؟ يدتين. كان يقول يدتي أم أبوي. أم أبوك سبب بلواك؟ نعم سبب بلواي. ليش؟ وعسى ما شر، هذه المفروض يعني ما عز من الولد إلا ولد الولد. كان يقول لها للأسف أنا ما يعني خذيت الجنسية الكويتية وما ثبت في حصر الورثة لتو الحين حرب عشان أثبت أن فلان الفلاني هو أبوي. كسر خاطر يعني وعياله وحالته يعني يرثى لها للأمانة. يعني هذا الرجل في 150 اللي بدأ الإيجار هو اللي عايش عليها فقط، ما عنده مدخول ثاني. وراح تشوفون حالته شلون تعور القلب، وللأمانة يعني عور قلبي وايد، ما قدرت أسوي له شيء إلا أن أوصل صوته لكم وأنت والحكم. نزل لي الحالة محمد لو سمحت. حالة عجيبة غريبة جدا استوقفتني وشدتني بقوة. الأخ يقول لي يدتي سبب بلواي. أنا وقفت هنا، شنو يدته سبب بلواي وليش؟ أبيكم أنتوا تسمعون سالفته وشنو صار فيه، كم مرة انسجن. خلكم معي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك؟ والله الحمد لله. أبيك تقولي قصتك من البداية، من بدايتك مع الديون. نعم أنا أول شيء دكتور مشكلتي يعني مع يدتي، الوالد توفى بال95 الله يرحمه. الله يرحمه. وبعد وفاة الوالد أن يعني أساس أنه خلاص أنه يثبت نسبي أن الوالد أنه أبوي. الوالدة راحت يعني سوت إثباتاتي وعدلت أموري وهذا. بعد الإثباتات يدتي راحت راجعت الجهة اللي هي الجنسية والجوازات، قالت على أساس أن أنتوا يعني تعطونا إثبات وهذا الولد مو ولد. ها يعني تبي تنفي نسبك؟ إيه تبي تنفي النسب. نعم. فحاولت أكثر من مرة ما قدرت. وبعدين الوالدة رفعت دعوة طالب بحقوقي أساس أن أنا يعني أكون من الحصر الورثة. نعم. الحصر الورثة ما نضفت فيها أنا من الأمانة، يعني من 95 لغاية 2018 ما نضفت فيها. ليش؟ بسبب النكر. والنكر هذا ما يجوز عند الله سبحانه وتعالى، والله ما يخلي حق يعني العبد. وأنا يعني سبت الموضوع يعني خليته بحاله يعني، وقلت يعني الله موجود. حاولت كلمت محامين بخصوص هالموضوع، تعرف يعني بعض المحامين يقول لك انا يعني هذه رسوم فيها ورفع دعاوي ولازم اكون انا يعني انه يكون انا عندي رسوم على اساس ان انا اقدر ارفع لك القضايا هذه. رحت أنا لجأت بروحي حق المحكمة ودخلت على القاضي ورفعت على يدي قضية ويا يدي، وقال هذا ولدكم وانت وينك يعني من السنين اللي راحت من 95. يقول حق القاضي أنا كنت بالفترة هذه كنت أنا مشغول. 95 كان يدي مسجون. نعم. بوفاة الوالد كانت يدتي ماخذة توكيل، والوكالة هذه أساس أنه تروح تسوي فيها
ان اساس الوالد توفى اساس انه يعني ياخذون الراتب مال الوالد عسكري. فراحت وخذت وكاله وهو بالسجن. عقب سوت الاجراءات اللي انا هذه ما اعرفها شلون سويتها صراحه. ويابت شهود وشهود شدوا بالموضوع زور. يعني انا اتكلم للامانه يعني هذا الواقع اللي صار. بعد ما يعني شدوا وخلصوا هذا راحت خذت راتب الوالد. كذلك في احد من العمام اخذ من راتب. ولقايه الحين في واحد عندي عم هو قاعد ياخذ. انت وين في هالمواضيع اللي سمعتها؟ هذه انا يعني كنت صغير الايام يعني الفتره انا مواليدي 95 والفتره هذه كل ابوها يعني الوالده احضرتها. الوالده تعبت مطاردات وراهم بالمحاكم وما خلت احد ما كلمته. يعني حتى القضاء كلمتهم ما في يعني ما في نتيجه بالموضوع. اخر شيء سوينا الدعوه مالت شو اسمه هذه الحصر وراثه انشطبت لان الوالده ما حضرت كانت عندها عمليه. وبعدها خليتهم قلت خلها على الله. سكت قلت يمكن هم اتواصل معاهم يلا يلا يسكرون التلفون ولفظ يعني ما ينقال الصراحه. وسكت. بعد ب 2018 رحت لجأت حق المحكمه وتم حط يعني القاضي حط لي تم اضافه حمل المستكن بالحصر الوراثي. اخذت حصر الوراثه رحت التامينات اكلمهم ان اساس اخذ راتب ابوي. قالوا احنا لازم الحين نحول شؤون قانونيه. شؤون قانونيه اجراهم يطول. بعد ما يعني خذ الموضوع طول وبعد يعني نطرت انا وايد للامانه. حاولت ان اخلص الموضوع معهم. كل واحد يقطني على الثاني احد الموظفين داخل الجهه. وبعدين اخر شيء قالوا ان احاله النيابه موضوعك نيابه العامه اساس ان اراجع النيابه بس بسبب الظرف اللي انا فيه. انا يعني علي ضبط احضار ودين يعني وعندي عيال. يعني لو انا رحت من بيشيل الياهال وانا زوجتي غير كويتيه. كم ياهل عندك؟ انا عندي 3 اطفال. يعني عندي اصغر طفل بنت عمرها شهرين وزوجتي غير كويتيه. يعني من وين تصرف اذا انا رحت؟ من وين تلجأ وانت عارف في بعض من اللجان ما حد يساعد. ولحد الآن شوف أنا وضعي هذا مكاني ما حد يساعد وحاطين روابط وتحط اسمك يقولك والله انطر ودقون عليك بعد فترة من عن طريق الروابط يقولك انت كنت حاط اسمك اي نعم عطنا أوراقك وندرس الحالة وإحنا في أزمة الحين. يعني أزمة هذه يعني ما حد يأمن على روحه إلا الله سبحانه وتعالى اللي هو يعني يأخذ الروح ويخليها. بس هذه يعني هذه البعض من اللجان أنا ما أدري يعني للأمانة ما أدري. يعني أنا مواطن كويتي وقاعد يصير معي الأشكال هذه يعني اللي أنا حين فيها شيء يعني ما يصدق والله العظيم. يعني أنا ما أدري. يعني الوالد متوفي أنا عندي والدة مرك يعني خاص مرة كبيرة. يعني من بيشيل الحين من بيشيل الثاني بالأمان؟ من يصرف عليك؟ والله على الله وعلى بدل الإيجار. أنا الأمانة أخذ بدل إيجار. إيجاري أنا هني 300 دينار. بدل إيجار 150 دينار. 150 دينار. والباقي؟ على الله وعلى الناس يعني اللي أهل الخير أهل الشعب الطيب اللي إن شاء الله ما راح يخلونا يعني بالأيام هذه. شنو سبب الديون هذه اللي تراكمت عليك؟ هذه سبب الديون دكتور ان انا يعني دخلت توظفت بشركه واخذت تعرف الكترونيات حق البيت واثثت قبل هالبيت هذا ودفعت ايجارات وخذيت يعني الاجهزه هذه وصار علي هذه الديون ما قدرت اسددها. صاحب الشركه قال انا بسكر شركتي خلاص. لا ادري قبل ما تاخذ هالاشياء ما فكرت يعني سبحان الله انا اتفنش شلون اسكر هالاشياء؟
والله انا بساعتها يعني من الظروف اللي حدتني ما خلتني ان افكر بالشيء هذا. المواد التموينيه يقول لك؟ لا والله. الحين خلي خالد عبد الرزاق يجيب لك التموين وام طلال ما راح تقصر، يعني قاعد اوزع بمبالغها، بعطيك مبلغ تمشي نفسك واحنا كلنا راح نوقف معاك واهل الكويت راح يوقفون معاك. ترى دموعك غاليه وما بيك تبشي، ترى بكاء الرجال يعني حسب الله. ما ادري انا الكلام تلعثم في حلجي وما الحروف قاعد تطلع ما ادري شلون، بس انا والله ما ابي اشوفك في هالمرحله. انت كويتي ولد الكويت واحنا قاعد ندز فلوس بيدنا وريلنا برا، يعني شوف الحالات هذه يا اخي. شوفوا قاعد يبكي، شو يسوي؟ يصير مجرم يدش السجن؟ والله حرام، والله العظيم حرام. يعني مديون وعليه ضبط وحضار، عياله توه شالهم والله نايمين بالارض نايمين بالسجاد. ما يصير، والله ما يصير هذا اللي قاعد يصير، والله العظيم حرام. يعني انا صارت مشاده في احد لجان عند الباب وهذا اتصل بالشرطه، يعني قاعد اقول له انا بمساعدة انا مواطن كويتي. صارت المشاده اتصل بالشرطه من الاخوان اللي معاه، جت الشرطه ودوني التنفيذ المدني ودخلت اكثر من مره، والسنه اللي طافت دخلت السجن العمومي. والله العظيم تغربلت، معي 3 أطفال يعني وعندي والدتي كبيره، يعني انا وين. والدتها دقت علي تليفون، كانت تقول لي عندي كلام وايد ابي اقوله. قلت لها امري، تقول لازم اشوفك. حاضر. وبالفعل تواعدنا بيت شهاب، وقالت لي ترى انا غير بشهاب، انا متزوجه واحد سوري وتطلقت منه، سفره راح بلده، وأنا الحين حايسة بالعيال، لا بطايق مدنية ولا ميلادية ولا عندهم أي شيء، اللهم الولادة فقط لا غير. وليش؟ إيش حقه؟ شلون تقول الله شوفت عينك؟ ولا دراسة ولا شيء ولا علاج؟ لا من صدقك تقول والله العظيم، يعني كسرت خاطري وايد، عورت قلبي وايد وايد. يعني هذه بالنهاية أم وبهالسن قاعد تتعذب، يعني احنا نقول عندها رحلة عذاب من قبل ورحلة عذاب حالية والمستقبل المجهول. نزلوا الحالة لو سمحتوا. شفتوا اللقاء اللي طاف؟ طبعا اتصلت فيني والدته، قالت انا عندي حكي وايد، ابيكم تسمعون شنو الحكي الوايد وشنو اللي ما يعرفه هو تبي تقوله وشنو اللي تبي تفاجئكم فيه. مساك الله بالخير. يا هلا. شنو الحكي الوايد اللي بتقولينه؟ الحكي ان انا من تزوجت الشخص يعني ابوه الله يرحمه. الله. طبعا في مشاكل عائليه بيني وبين اهله، وقعدنا عند عمتها في بيت ولكن ما خلونا، نفس الشيء قاموا يركضون ورانا علشان يبعدونا. فأنا قعدت بشقة في منطقة حولي أنا وياه، وبعد فترة قالوا لازم تطلقها، وطلقني طلقة أولى رجعية وردينا بدون علمهم، يعني
بنفس الوقت اللي طلقني في العدة رديت له. فقال الحين أنا بروح زين أثبت الطلقة الأولى رجعية بس نطري على أساس يهدى الوضع لأن كانوا مهددين عليه. المهم حملت أنا وبعد فترة توفى بحادث الله يرحمه في رمضان نعم. 95. بعد وفاته جيت قلت أنا الحين أبيكم معاي الولد وأبيكم تساعدوني وأبي تسووا لي حل والولد يعني لا حق ولا حقوق عندكم. طبعا ما ردوا علي كل واحد يسكر بابه ورحت جبت الأثبات كله رسمي من وزارة الداخلية وما في شيء يعني الحمد لله غلط. فالمهم راكبت جيت حق عمه قلت له تعال على اساس نسوي فحص الدي ان اي. فقال لا انا ما ابي فضايح وما ابي اروح وما ابي مشاكل خلاص احنا نتصرف ونشوف شو نسوي مع الولد. طبعا الولد له حقوق من 95 لليوم هذا ما اعطوه ولا حق ويده انسجن في السجن المركزي. يدته اخذت التوكيل وما خلت حسبي الله ونعم الوكيل ما خلت له حق وركضنا حق التامينات على اساس انه نكلمهم حولونا سيده النيابه من غير لا يسألون ولا يطلبون فحص دي ان اي ولا اي شيء. لكن اللي ما قدرنا ان نحضر ان انا علي ضبط احضار مديونيه وهو علي ضبط احضار مديونيه. شنو مديونيتك ضبط احضار؟ مديونيتي اجار سياره اجار بيت يعني هذا اللي علي تليفون ما كان عندي معاش شؤون اني انا يعني وقفوا معاشي ايام هند الصبيح وقفوا معاشي سنتين زين وما كان عندي يعني اني ادفع ولا اقدر اسوي شيء. فكنت اخذ تلفونات من الشركة وأبيعها وأدفع إيجار البيت. غلط هذا اللي قاعد تسوينه غلط. أنا أدري إنه غلط لكن ما أعطوني فرصة لا وزارة الشؤون سنتين وأنا راكض بملفي ولا ردوا لي أي شيء ولا ساعدوني. لحد الآن أنا ما عندي لا معاش. بيت الزكاة كانوا يعطوني 400 زين الحين ما حد الحين قاموا يعطوني بس 200 دينار فقط ولا حد يعني عندي دخل وأنا متبهدلة بصراحة يعني ماني عارفة شنو أسوي. لحد الآن ما أعطوني لا حق ولا باطل لا التأمينات ولا حتى أهل الولد. نعم أنت قلتي لي أنك أنت تزوجتي من أحد الجنسيات العربية. أي نعم أنا تزوجت واحد غير كويتي اللي هو سوري الجنسية وعندي توأم من عنده والزوج هذا تسفر ما عنده إقامة. العيال عندي شهايد ميلاد على أساس أني أدخلهم في وزارة التربية رحت أراجع في مبنى 7 قالوا شهايد ميلاد احنا ما نستقبل. وقلت لهم ان في غير كويتيين اللي هم فئه البدون قاعد يدشون على اوراق يعني اللي هي شهاده ميلاد وهذيل نفسهم يعني الحين العيال عمرهم 12 سنه ما يقدرون مساكين يدرسون ولا يقدرون يسوون شيء ولا عندهم الا شهايد ميلاد. حتى لما بعالجهم ماني قادره اعالجهم مساكين يقولون لا روحي بالبطاقه المدنيه. عيالك شنو عندهم اثباتات؟ عندهم بس شهايد ميلاد فقط بس ايه بس. وانا مريضه عندي الغده تضخم في الغده رحت مستشفى الفروانيه والصباح وسويت فحوصات ايهم يقولون لي انطري 6 شهور ردي راجعينه. رديت راجعتهم ولا عطوني علاج ورقبتي متضخمه معاي انا ربو وعواري يجيني في صوب قلبي وكل ما ايهم يعطوني 6 شهور هم ردي راجعينه ولي 7 سنين ماني قادرة زين أسوي شيء في الحكومة ويقول لي تعالي زين نفحصك يفحصني يقول لي انطري بعد 6 شهور وهذا مرت 7 سنين علي. من يوديك ويبك الحين تتنقلين بشنو؟ أنا آخذ مرات سيارة يعني من مثلا وحدة من أصدقائي زين أعرفها لي 15 سنة آخذ منها سيارة مرات آخذ يعني من أستأذن يعني من جيراني مرات يعني والحمد لله أنهم يعني ما يقصرون يساعدوني لكن هم بعد على قد حالهم. نعم. حتى يعني أنا سجلت في الروابط فزعة الكويت وسجلت في هذا ما للحين ما شفت منهم ردود ولا يعني ردوا علي ولا حتى يمكن إلا مرة عطوني سلة غذائية ما تكفي 3 أيام. نعم. لا أنا بعطيك أنا ماكلة من المحطة من القناة نفسها توصلك لي عندك إنزين وأنا أم طلال كلمتني وقالت لي يعني اوصلك هذا المبلغ البسيط يعني هذا مبلغ يعني طقطقين فيه على ما يعني اهل الخير يعني انت شلونك انا متاكد انت كويتيه واهل الكويت ما راح يدونك نهائيا انت ام بالنهايه اخطأتي نعم اخطأتي غلط انك انت تاخذين تليفونات وتبيعينهم
يعني تاخذين بالاقساط وتبيعين بالكاش، هذا الموضوع غلط، لانه راح يردون يطالبون بفلوسهم وانت عارفه هالشيء تراكمت عليك الديون، المفروض انت ما تكوني مسوي هذا الشيء. ماني عارفه ايش اسوي، انا الصراحه تعبانه يعني نفسيا ومريضه وماني قادره اعالج نفسي في مستشفيات خاصه، ولا قادره اطلع حقي، ولا حتى معاش شغلي يمشي لي، ماني عارفه وين اروح. احنا دائما نقول لا تاخذون بالاقصاد وانتم ما تدرون شنو المجهول، او اخذوا بشيء بسيط، اختنا يعني غلطت واللي يفترض انها ما تاخذ التليفونات من الشركات الثلاث وتاخذهم بالاقصاد وتبيعهم بالكاش عشان تدفع الاجار، تعالج غلط بغلط اكبر منه. طبعا قانونية هذا الشيء ونبي نعرف الالتزام يعني من قبل مشهاب او قبل شركة الاتصالات الثلاث. انا معي اخوي المحامي عبد الوهاب بن سلامة، نرحب فيك عبد الوهاب. يا هلا ومرحبا دكتور خالد، سال مبارك، حياك الله، ساعتك ابرك، جزاك الله خير. استاذ عبد الوهاب، دائما الناس يعني تتسهل وتقول هذا شيء بسيط، هي كله مجرد توقيع. لما يصير توقيع ما بين الأخت وشركة الثلاث شركات اللي موجودة، شنو ينتج عن هذا التوقيع؟ دكتور خالد، بالنسبة حق التوقيع يعني هذه المسألة تعتبر ترى مشكلة كبيرة بالكويت، وايد من الناس عليهم ضبط وطار من شركات الاتصالات أو من أي شركة أخرى بسبب موضوع الأقساط. في ناس شو تسوي للأسف يعني ما أخذتها نفس البزنس، يقوم ويطق له مثلاً كمية من الأجهزة الإلكترونية ويبيعها، فاليوم هو صار معه مبلغ بس هو ما يدري إنه صار عليه التزام ممكن يكون مدتها سنتين أو ثلاث سنوات. لازم تدفع هذا الالتزام لأن الشركة صاحبة حق. الشركة بإمكانها إن هي تطالبك، بإمكانها إنها تنزل عليك من السفر، بإمكانها إنها تحجز على عقارك إذا كان عندك عقار، بإمكانها إنها تحجز على سيارتك إذا كان عندك سيارة، مو بتشري، تنزل عليك ضبط إحضار. اليوم السجن قام يعاني من القضايا المالية، ترى أغلبها قضايا نفس هذه دكتور خالد للأسف الشديد. يعني ما أدري شلون الناس يعني قاعد تفكر لما تروح توقع على أمر متعلق بأجهزة إلكترونية نفس هذه. الحين مشهاب في أي لحظة ممكن تضبط إلى التنفيذ وإلى سجن النساء، في أي لحظة؟ طبعًا. لأن عليها ضبط وحضار دفعي، راح تقول ما عندي أنا، فبالتالي المصير هو السجن. طبعًا. أبي منك نصيحة على السريع. نصيحة على السريع دكتور خالد، اليوم النصيحة كالآتي: لا توقع على ولا ورقة إلا أنت مفكر 60,000 مرة قبل أتوقع على هذه الورقة وتقراها بشكل صحيح. مو تشوف الأوراق وايد تقول يبا أنا واثق فيك وتقوم متوقع على هالورقة وفي النهاية يطلع عليك التزام مالي أنت ما أنت قادر عليه، وفي النهاية عيالك هم يصيرون الضحية، ممكن أنت تنسجن وأهلك يحزنون عليك بسبب أجهزة إلكترونية. اليوم مشكلتنا جهاز إلكتروني، في ناس عليهم مديونات كبيرة، نقول يلا هذا أمر ثاني وأمر مختلف، في ناس قاعد تنسجن على أجهزة إلكترونية. فاقرأ الورقة عدل وفكر عدل، ولا توقع ولا تحاول أنك تتاجر في موضوع الأقساط، لأن في النهاية راح تطلع خسران. نعم، المحامي عبد الوهاب بن سلام، شكرا لك. أبيكم ترتاحون، نبي ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. فاصل ونواصل. الحالة الأخيرة اللي نبي نختم فيها حلقة اليوم هي أم عجيل. طبعا أنا اتصل فينا أخوي بدر العنزي وقال لي أم عجيل ساكنة بالمكان الفلاني، إن شاء الله أروح لها، ليش لا؟ كان يقول لا لازم أنا أوديك لأنك ما راح تدل، والسكيك ضيجة وحفر. وبالفعل
تواعدنا ورحنا حق اختي ام عجيل. انا كل ما اتذكر شلون عايشه قلبي يعورني. يعني احنا قاعدين ندفع فلوس يمين وشمال، انقط شرق وغرب. يا اخي هذه والله مسكينه، اقسم بالله العظيم. يعني الزكاه والصدقه في هالمره والله، يعني قال ابن القيم الصدقه صدقه، ها يمكن تعطيها فلان، تعطيها فلان وفلان، واحده من هالصدقات تدشش كل جنه. ام عجيل قصتها قصه، انسانه ما تدري عن العالم الخارجي. طبعا التلفزيون ما يدور، التكييف ما يدور، تجمع قواطي وتعطيهم اللي هذا البنغالي يمكن يعطيها دينار ولا 750 فلس. شيء يعور القلب. ناس تاكل لحم ودياي وسمك وهذيلي بيض وطماط. محمد نزل الحاملة، نزل الحالة لو سمحت. مشيت في منطقة مو موجودة حتى على الخريطة، وبالزور وبالموت قدرت أوصل حق بيت أم عجيب، ولقيت ابتسام وعيدة اللي ساكنين في البيت. وراح تشوفون يعني البيت هذا عبارة عن شنو. تكييف ترى ما فيه، ها نيت تكييف ما يدور نهائيا. هالحر الموت أنا ما تحملت كلش. الكاميرات ما تشتغل، وقفوا الكاميرات. شلونك؟ حكي. شلونك؟ تستعين تحكين؟ هذه اسمها ابتسام. ابتسام من متى ساكنين هني؟ من متى؟ من سنين. ها؟ ايش كثر صار لكم؟ البيت؟ ايه. وايد. ايش كثر صار لكم؟ كم سنة؟ ما نذكر. يمكن يعني انتوا طلعتوا على الدنيا لقيتوا نفسكم هني في هالبيت؟ لا يمكن 14 سنة. في هالعذاب ها؟ اي. زين ما حد يمركم، ما حد يطل عليكم، ما حد يقول لكم ما تبون شيء؟ لا. ها؟ لا. كلش؟ من وين تاكلون عيل؟ برمضان يعطونها برمضان. في ناس يعطونها. درستوا؟ لا. كلش؟ دراسة ما في صفر. ثنتينكم توتوهم؟ لا مو توم. بينكم سنة يعني؟ سنة. أبوكم وين عيل؟ توفي. يعني ما في لكم معيل أحد؟ يعني أنا أم عجيل قاعدة أسألها أقولها وين عجيل؟ قولي ما في عجيل. تناديها معيدة. معيدة. أنتوا بس بنات الثنتين. إيه. ابتسام وعيدة. إنزين نهائيا ما في أكل كلش؟ مو دائما، مو طول السنة. مو طول السنة. لا. أحيانا إيه. كل بين كم شهر وشهر. إيه. جابوا لكم المكسوم. إنزين شلون تحملون هذا الجو؟ عادي عشنا سنين. سنين تعودتوا على هالحر. وتعودتوا على الجوع. احيانا تنامون من يوم ويومين من غير اكل. لا ناكل. ها؟ ناكل بيض وطماط. بيض وطماط. زين غير بيض وطماط؟ ناكل عيش. بس. انا سامحوني يبقى لكم شيء بسيط يعني. يعني هذا تمشون نفسكم على ما يعني اهل الكويت يعني ما يصير كذي. شوفي. هذا مبلغ بسيط. ام طلال قالت لي اوصل لكم هاتش. يعني تمشون نفسكم فيه. ما في لجنه خيريه تواصل وياكم؟ لا كلش. انا ما عندي.
أوراقها منتهية. حتى الأوراقكم منتهية، يعني الحين البلدان الثانية هذه اللي قاعد يسافرون طيائير عشان يودون لهم المقسوم، عندهم بطائق مدنية؟ لها 3 سنين ما راحت للطبيب. شلون؟ لها 3 سنين ما راحت للطبيب. 3 سنين ما راحت طبيب؟ إيه. 3 سنين ما رحت للطبيب؟ ها؟ تقول ليش ما رحت للطبيب؟ ما رحت الهويات دهب. الوالدة شنو فيها السم؟ ما تسمع عدل؟ ما تسمع. لا والله. ترى قال بني انتهى بعد ما. وشنو بعد غير السم؟ ظهرها يعورها. ايه وبعد؟ بس ظهرها يعورها وما تسمع. هذه أم عجيل المرأة الكبيرة اللي يعني محتوية ابتسام وعيدة. هذه ابتسام وهذه عيدة. بنات ثنتين. من فئة الغير محددين الجنسية، بس يعني على الأقل هذين موالين الكويت، هذين مولودين بالكويت وما يعرفون شيء غير الكويت. أوكي ما عندهم إثباتات، بس نساعدهم نفزع لهم. حرام اللي قاعد يصير، أقسم بالله حرام، أقسم بالله حرام، أقسم بالله حرام. قاعد يزون برا يا أخي، لجانتي هني تشوف الناس الميتة لمتة، والله لمتة. يعني ايش تبون يسوون؟ يصيرون مجرمات؟ يبوقون؟ تجار الناس اللي عندها مليارات ما تدري اعدادها كم، شقه من شققك حق هالثنتين وامهم. تكفى تكفى، ما بقى بالعمر كثر ما مضى. والله راح تروح بلفه، والله اقسم بالله راح تروح بلفه، وتفت هذا كله حق الورثه يتمتعون. سووا لك شيء حق اخرتك، شيء واحد. هذيل الثنتين اقفلهم، ابتسام وعيده وامهم. هذه أختنا أم عجيل مسكينة، لا حول لها ولا قوة ولا لها معارف عشان أحد يعطيها، وقاعدة في بيت يعني ما ينقعد فيه ولا ينسكن فيه. وأنا قاعد أوجه رسالة للتجار وأقول لهم زكاتك هني في هالمساكين. تقول لي ما حد قال لي، أنا الحين قاعد أقول لك. وأتمنى إذا أحد عنده يعني وانيت كبير يعطيني إياه، أنا أروح بس أودي الأغراض. أنا بنفسي باكر تجيبون لي الأغراض كلها. شوفوا عد أنتوا مدة إيدكم اللي إيش اللي 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 يطلع منكم، ما حد يتشرط. وعلى فكرة أنا دائما أقول لا حد يدفع فلوس، بس فلوس ما تدري شو السالفة. إذا واحد كان مكسور عليه الأجار سدد أجاره، قول له عطني صاحب العقار أنا بكلمه، بس لا تعطي فلوس، لأن في ناس يعني تستغل هذا الوضع بالذات، يعني ترد تاخذ فلوس مرارا وتكرارا. فانا على اتم الاستعداد باني اودي حق ام عجيل اغراضها اللي انتم متبرعين لها. كل الاغراض راح توصل لها بالوفاء والتمام، وهذه فزعتكم، وهذه تستاهل من يزكي. زكاتك هني في هالمره هذه المسكينه الغلبانه، وصدقتك هني في هالمره المسكينه الغلبانه. والله العظيم يعني الله سبحانه وتعالى لو يقطك بهالحال شو يصير فيك؟ تقعد تطلع بالتلفزيون وتبكي وتقول انجدوني. الحمد لله احنا في الكويت في ديرة العز، هذه الديرة اللي خيرها على العالم كله. اللي قاعد اشوفه بالكويت ما شفته بالعالم. وأزمة كورونا كانت اكبر دليل ان احنا دولة قوية بفضل الله سبحانه وتعالى
ثم فضل خير أهل الكويت. ودي يعني أخذ أختي ليالي ليال العتيبي مدير مركز طورني للاستشارات الاجتماعية، وهي إذا معي الخط. أستاذة ليال، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور دكتور. حياك الله. أعتقد إحنا نبي نبدي بالحالة الأولى، يعني أبي تعليقك. شفتي الحالة الأولى، الناس اللي قاعدة تشتري في الـ في الـ في الأقصاد وتبيع في الكاش، وبعدين يعني تشوف نفسها اللي هي يعني في أسوار السجن، وحالة أم عجل. نبي نبدي بالحالة الأولى، شو تقولي على الحالة الأولى اللي هي دائما نشوف السجون متروسة، ظاهرة اجتماعية، الفخفخة، الفلوس تصير دخولها سهل خروجها سهل. تفضلي. يعطيك العافية دكتور على هذا البرنامج، على هذه الحلقة، وعلى عرض جانب نقدر نقول إحنا أو كلنا ما تشوفه على وضوح. فإحنا نشوفه في هذا البرنامج إن في حالات إنسانية وجدا مؤلمة في دولة الكويت. الحالة الأولى يعني المزعج إنه هو كويتي، فأما اليتيمة فلا تقهر، هو ولا تهنهم ولا تذلهم وتلطف به سبحان الله. فهو عانى من ظروف أساسية في الحياة. أنا ما أبرر أي إنسان يأخذ شيء مو ما يقدر يرده، لكن هو سلوكه لو نرجع لعلم النفس وعلم الاجتماع، إحنا عندنا احتياجات أولية، عندنا ثانوية وكمالية. هو في احتياجه الأولي والثانوي من مكان ومسكن ومشرب وملبس وتعليم، وهو ما توفر هذه الأشياء له. ولما صارت له فرصة وظيفية طاح في الخطأ وخذ قرض، خاصة أن القطاع الخاص قطاع غير دائم وغير مضمون. غير مضمون، غير مضمون، نعم. فالأمر طبيعي أن راح تصير هذه المشكلة، لأن احتياجاته الأولية مو متوفرة. شلون بيعيش إذا ما سوى كذي؟ يمكن يسرق، يظلم، يضرب أو يشرب أو يروح لسلوك سيء فعلا. فهذه الحالة. وطبعا أم عالجوا المشكلة بالخطأ، حتى الأم عالجتها بالخطأ، ما حاولت أن هي تعمل، ما حاولت أن جوانب أخرى وتبتعد عن الدين اللي هي فعلا في قناعة نفسها ما تقدر ترده. هذه النقطة. النقطة الثالثة، نتمنى إحنا من وزارة الشؤون ونتمنى من قطاعات الدولة المهتمة في هذه الحالات أنها تشكل لجان حقيقية فعالة لهذه الحالات الإنسانية، وخاصة اللي يكون لها علاقة فيها من يملك الجنسية الكويتية بدون يعني ما نقدر نقول الجنسيات الأخرى، إحنا نقول الكويتية أولى، وهم لا الجنسيات الأخرى أو البدون، ولكن هذول عيال ديرتنا، خيرنا واصل لبرا ونبني مدارس ومساجد وجامعات في دول برا وعلى أرضنا. في ناس ما تقدر تعيش ولا تسكن ولا تأكل ولا تشرب، فأمر محزن جدا يعني. فإحنا ما نبرر السلوك اللي هي سوتها، لكن هو سلوك خاطئ يجب إحنا نهتم فيه كدولة، عشان نحن، عشان ما يطلع عندنا مجرمين، ما عندنا ناس سلوكياتهم خاطئة تأذي عيالنا وتأذي بناتنا. فهذا الشعور أمانة أنا جدا عالمني لما شفت الحالة، وحزنت بشدة على هذا الموضوع. نعم أستاذ ليال، يعني شاب ممكن يصير مجرم عود إذا استمر هذا الوضع السيء. هو قاعد يشوف عياله، يعني لاحظتي قاعد يبكي، يعني يبكي على حاله ويبكي على الظروف ويبكي على الدنيا ويبكي 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 إنه ما حد احتواه. بس احنا ثقي تمام إنه راح نحتوي شاب بإذن الله، لأن هذا بالنهاية كويتي، ولد الكويت، ولا يمكن نخليه يطيح. الحالة الثانية حالة أم عجيل وبناتها، يعني الحمد لله الله حافظهم، إنه يعني قاعد يبيعون قواطي. ممكن تلاحظين يعني بالفيديو تجمع أم عجيل قواطي هي مع بناتها، وذي البنغالي عطوا الخيشة مالت القواطي وعطاهم دينار ولا دينار ونص، راحوا شروا من البقالة بيض وطماط. احنا ناشد المجتمع نقول انقذوا هؤلاء الناس من الضياع. شو تقولين استاذة؟ اي والله لازم احنا نوقف مع هذه الفئة، لان هم على ارض الوطن، هم مو برا الكويت، هم داخل وطننا وأرضنا، وإحنا لازم نهتم بهذا الموضوع عشان كفاءة المجتمع وعشان مخرجات المجتمع، عشان نكون مجتمع أعلى أمانا، ما في ظلم. إذا الناس ما تاكل وخسرت كل شيء، يصير عندها اللامبالاة، دافع الجريمة، دوافع أخرى، لأنها خسرت كل شيء. ما ليش أنا أؤمن في هذا المكان وأعطي، وهو المكان ما أعطاني لا صحة ولا أمان ولا غيره.
يجب هناك أن نحط قوانين في مجال غير محددين الجنسية شلون نمط حياتهم يمشي، لأن ما يصير عشان العدالة الاجتماعية ما يصير أنا آكل وأشرب وهو ربما يكون متعلم وما يأخذ الفرص وظيفية له، وربما ينحرم من أشياء ثانية. لازم يا تحلون يا تعطونهم الحقوق. أنا ما أطالب بشيء آخر، أنا أطالب بحقوق إنسانية، إنسان احتياجه الأساسي مأكل ومشرب وتعليم وأمان. أنا ما أتكلم عن الناس اللي تأخذ قروض عشان تشتري ساعات ولا تشتري براند ولا تشتري أشياء عشان الظاهي، عشان تحس القيمة الحقيقية بالأشياء اللي تملكها. هذا سلوك خاطئ، وهذا سلوك المشتري يعني يدل على ثقافة المجتمع ولا أيده. ويوم كثير من الناس في هذا في مجتمعنا يتجه إلى هذا السلوك، إنه هو ما عنده يشتري ساعة ولا يشتري سيارة بمبلغ عالي جدا فوق احتياجه، لأنه هو يظاهر في المجتمع عشان الناس ما تقول أنا أقل منك. ومن قال لك إن المظهر هو قيمة حقيقية لمعدنك وجوهرك ومستوى ثقافتك وتعليمك؟ فأنا أناشد الجهات، أناشد أهل الخير يتابعون خيرهم لما يعطون. أنا دائما أقول ابحث يعني عن الأماكن اللي فعلا تحتاج. أنا إحدى الاستشاريات عندي توصل لها مكالمات هاتفية من إحدى المناطق المحظورة بالكامل، واحدة تقول أنا بنتحر، أنا أحط ملح بخبز وآكل طول الأسبوع، ما عندي دينار. فمحبولة هذا الطفل. فنتمنى من أهل الخير ونتمنى من الجهات المختصة واللجان يفعلون، مو بس مالية رابط المتابعة، ويشوفون لجان فعالة حقيقية عشان نعدي هذه الأزمة بسلام وأمان، وبعدين المشاكل الإقامات والتركيبة السكانية والأمور هذه. إحنا في وضع طارئ يا دكتور، لازم نشوفه بعين الاعتبار ونحل هذه المشاكل الحقيقية، وإحنا قادرين عليه. إحنا بنينا عمرنا دول، في دول كثيرة نقدر نعمر الناس اللي عايشة عندنا، وبعدين لما يستقرون نشوف شنو نسوي معاهم، هل هم يطلقون برا الكويت، هل يروحون لدولهم، أم يستقرون ويحصلون وظائف. نعم، أم عجيل اللي شفتيها توا قبل شوي هذه تستحق الزكاة. قولا واحد لا خلاف فيه أن أم عجيل تستحق من يزكي عليها. يعني في أخواننا يروحون يعطون اللجان، ونعم في اللجان، بس أنت عندك هني في الكويت لحد يقول لي ما في بالكويت ناس يعني تنام من غير عشاء. أنا دشيت على ناس يأكلون بيض وطماط، الثانية تقول لي شوية عيش، وأنا تحسفت أني أجيب هالكرتون الصغير، يعني صج تحسفت ودي أجيب لها كراتين، وأنا مستعد أنا يعني أسوق الوانيت اللي راح يتبرعنا فيه واحد من الأخوان لو تعطينا يوم واحد بس نشيل الأغراض ونوديه حق أم عجيل. أستاذ ليال العتيبي مدير مركز طورني للاستشارات الاجتماعية، مشكورة ويعطيك العافية. شكرا دكتور، يعطيك العافية وما تصبر. حياك الله. أناشد أهل الخير، أهل السماحة، الناس الطيبة الفزاعة اللي يعني ما عندها إلا معاشها، يا أخي والله زكاتك حق هذيل الناس والله العظيم تستحق، والله العظيم إن الزكاة تستحق في هؤلاء الناس. وتقول لي أنا ما أقدر أوصل لهم، أنا أوصل لهم. الأرقام شوفوها تحت موجودة، رقمي موجود والإنستغرام موجود، تقدر توصل لي. ويعني أحد عنده يعني وانيت كبير، خلني يجمع حقهم عجل، خلني انتشل هذه المسكينة، خلني خليها تشوف الدنيا، مو الدنيا بعد أقل من الدنيا، ونشوف اللي عنده عماير ما يعرف عددها. يا أخي خذهم قول لهم تعالوا سكنوا عندي بكسبوا أيها الله فيكم. أخي بس تجمع فلوس، ما أدري حق منه، ما أدري بتاخذهم معاك بالآخرة ولا بتهدهم. يعني حتى اللفة مالت المقبرة ببلاش، ترى إيش تبي تاخذ من هالدنيا حق آخرتك؟ أم عجيل وعيالها، حتى إن أخونا شاب وأمه ترى يعني خطأوا، وإحنا اللي خطأ ما نحره نذبحه، لا نوقف معه ونقوله ترى أنت غلطان، أنا قلت حق الشاب ترى أنت غلط، اللي سويته غلط. قال لي أدري بس أنا عندي عيال. أم الشاب هم قلت لها غلط اللي سويتيه، قلت ما عندي من وين أدفع إيجارات، هم غلط. بس أم عجيل مسيرة وليس مخيرة، ما بيتها شيء. أتمنى فزعتكم يا أهل الكويت يا حبايبي يا تاج راسي. إحنا باجر شو نواجه الله فيه،
شلون ويا الله شو نقول له؟ نقول له ما ندري؟ نقول احنا نتبرد وهذه المشويين؟ شوفكم الخميس الجاي الساعة 10 أحلام سعيدة تصبحون على خير.